شايف ازاي تأثير أندية الشركات على الدوري بشكل عام وعلى الأندية الجماهيرية بشكل خاص؟ كارثي. احنا اللي مش شايف ان احنا اللي احنا فيه ده كارثة، ده عنده مشكلة. يعني يعني رابطة الأندية والنائب أحمد دياب عمل مجهود كبير قوي 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 في الرابطة، زود عدد الجماهير ل 20,000 بعد انقطاع 12 سنة ما فيش جماهير في المدرجات، وفي الآخر المدرجات فاضية. المدرجات فاضية علشان أسباب أكيد من المالية والتذاكر، ودي عايزين نتكلم فيها لأنها أنا شايف إنها يعني من عدم الحكمة وتفشيل للقرار والمجهود اللي بتبذله رابطة الأندية في عودة الجمهور والجهات المعنية والأمنية وكل حاجة، انه من عدم الحكمة ان انا ابقى سايب ارتفاع في اسعار التذاكر كده. شايف ان التذاكر يعني طبيعي بقى كام عشان الجماهير تكون موجودة؟ لا، انا يتحط لها سيستم، وانا لو عليا احنا اصلا مع 5 اندية جماهيرية في الدوري، صح؟ يعني ببلاش مصر اسماعيلي ببلاش، انا لو عليا انا ببلاش ببلاش. طبعا عندنا بنية تحتية وعندنا فنيات وعندنا امكانيات وعندنا كل حاجة وعندنا إدارة محترمة جدا وعندنا وعندنا وعندنا، ولكن في الآخر الكورة من غير جماهير ولا حاجة. هل انت قدمت مقترح بكده لرابطة الأندية؟ اتكلمنا فيه، واعتقد انه يعني قريب هيبقى فيه اجتماعات بتبحث في ده، لان احنا النائب احمد دياب برضه احقان الحق وحاول فيها اول الموسم، ولكن الوقت كان ضيق قوي، لان طبعا كان في انشغال بعقود الرعايه، وان يبقى في الدوري بيبقى باسم دوري نايل. ف وهي واحده واحده الامور هتتعدل. بس هو ممكن واحد يشوف مثلا من فكرتك يقول طب ما هو اصلا المستفيد من سعر التذاكر دي هو النادي. لا، هو الكلام ده مش حقيقي. الكلام ده يعني الكلام ده 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 ده, ده اللي المفروض بس بين ان هو ما بيحصلش. طب امال ايه اللي بيحصل؟ هو المفروض مش حق التذاكر دي اللي بياخدها النادي؟ لا، مش كلها طبعا. والكم؟ طب فهمني القصه. لا، قصه، ما هي في شركه تذكرتي الناس محترمه جدا وعملوا منظومه كويسه قوي، ومنظومه رقابيه كمان كويسه جدا جدا اللي تخص الفان اي دي، وانه يبقى في عقوبات على اللي بيدخل واللي بيتجاوز. ده الصح اصلا بيحصل في كل مكان في العالم. جدا طبعا جدا جدا يعني، وده لازم نحافظ عليه، يعني مش لازم نحافظ عليه ونطوره. صح، لان احنا عندنا بيروح النهارده بيشتم ولا بيروح يكسر استاد ولا بتاع، ده مش مقبول بقى خلاص. مش مقبول وتكسر الكراسي والناس طبعا، ده كلام مش مقبول يعني. هي التكلفه عليها عاليه قوي على تذكرتي. على تذكرتي فتقريبا بيبقى 85% من سعر التذكره بيروح لهم تكلفه، بيروح لشركه تذكرتي. ده 85 90% تقريبا. اوكي، يعني النادي في الاخر 10% مبلغ، يعني مبلغ زهيد يعني. اصلا بالظبط.